بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجأة وعلى غفلة أفلس البنك اللي هو بتاع وادي السيليكون، وكمان وراه سيجنتشر بنك. يعني خافوا الوقت الإنجليز والأمريكان إن الموضوع يتدهور أكتر من كده. بس في أسئلة كتير، هو ليه الموضوع ده حصل على غفلة؟ وإيه هو سبب إفلاس البنك؟ وليه الموضوع ما كانش ليه اي مقدمات؟ والشركات اللي حاطه فلوسها في البنك ليه هي حاطه فلوسها في البنك بالكميات الكبيره دي؟ والبنك ازاي ياخد فلوس هي موجوده عنده، هي بتاع حساب شركات، ويحطها في سندات امريكيه او يحطها في اي استثمار تاني او كده؟ ولو ده ما حصلش يبقى السؤال هيتعكس، هي ازاي الشركات الفلوس اللي هي بتحركها، السيوله النقديه، رأس المال المتحرك بتاعها، ازاي ان هي تحطه في حسابات فيها ارباح تبقى معرضة للخسائر؟ يعني يا اما بنك السيليكون او بنك وادي السيليكون هو اللي خد فلوس الحسابات الجارية، او ان الشركات هي اللي حطت فلوسها في ايه، هي اللي حطت فلوسها في الاستثمار بالارباح، وهي عارفة ان الفلوس ديت فلوس نقدية وحساب جاري وهي بتستعمله كده، وازاي يخشوا في المخاطر دي؟ وازاي الشركات دي اصلا على ضخامتها ازاي ما عملتش مؤسسة مالية محدودة؟ يعني كل شركة بتعمل فاينانشال كومباني ولا كذا، يعني مؤسسة مالية خاصة بها هي، وتقدر تعملها وتسجلها وتخش في التعاملات العالمية، وليها كود وليها كل حاجة، يعني كأنها بنك بالظبط، بس ليها يعني مميزات محدودة. طيب ما قدروش يعمل الموضوع ده كله، طيب ليه هي الشركات تروح تحط فلوسها كلها في البنك؟ ليه ما تروحش تحط مثلا في البنك كمية الأموال السائلة اللي هي هتمشيها مثلا لمدة شهر، اللي هي هتخلي تداول المعاملات بتاعتها يعني يسير كل شهر، وكل ما الفلوس تقل يروحوا يزودوا الفلوس شوية كمان ويمشوا بالموضوع ده. شركات زي دي عندها شركات أمنية قوية ويصعب السطو عليها وكذا، اللي يخليها تلجأ إلى هذه المجازفات يا أبو الأبطال. والموضوع ده أصلا حصل ليه؟ طبعا المؤامرة واضحة وضوح الشمس. ليه بقى واضحة وضوح الشمس؟ لأن اللي غلط غلطة أو اتنين ولا بعضيهم ممكن يعني نقول خلاص جه حظ وحش، إنما يغلط 10 غلطات ولا بعضيهم يا أبو الشباب هذا مستحيل. زي واحد كده يتصل بيك على التليفون بتاعك وبعد كده يقولك والله ده انا اتصلت بالتليفون ده صدفة، هو انت طلعت وانت تليفونك مكون من 11 رقم؟ يعني شيء في منتهى الصعوبة. يعني المسألة المؤامرة فيها واضحة جدا. خليك معايا وركز عشان هقولك كمان نبذة عن تاريخ النصب، وهقولك كمان بايدن بيتوعد ان هو يعاقبهم. اقولك مش هيعاقبهم، لو كان عاقبهم كان عاقب شركات ترامب او شركات ابل او كده. هقول لك على القصة، ركز معايا وما تنامش مني. الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر علي، الكل يتآمر. اللي حصل يا ابو الشباب ان مدير البنك او رئيس مجلس الادارة طلع وقال ان هو متعثر في ان هو يجمع 2 مليار دولار عشان يواجه التزاماته، لان البنك خسر في السندات وكذا، وارجع هذا الموضوع بسبب الفايدة الامريكية اللي بايدن رفعها. وخد بالك الحتة دي بتنم عن مكر، يعني ممكن في لعبة عشان يدبسوا بايدن ويخلوه هو السبب ويشيطنوه الخ. لكن بايدن بسرعة سارع وقال احنا نضمن كل اموال المودعين، وبعد ذلك يا ابو الشباب قال ان هو هيعاقب المتسببين كمان في الازمه. فالكلام ده انا مش هاخده على انه كلام فض مجالس، يعني كلام فرقعه في الهواء او كلام سياسه، انا باخده على محمل الجد المره دي، لانه فعلا ممكن تكون رفع نسبه الفايده ادت لسحب السيوله، وبعد كده ده جاي يبيع وكذا، الدنيا خربت فوق دماغه وما ظبطتش معاه الحكايه. بس انت اصلا ايه اللي يخليك تاخد فلوس الشركات تشتري بيها سندات من اصله، والوقت جاي تبيع عشان ايه؟ دي يا جماعه المشاكل. على فكره البورصه والسندات والاذونات الماليه والديون السياديه ومش عارف ايه، دي كلها ادوات نصب. يعني هي في نهايه المطاف اديني فلوس واديك فايده
بشكل أو بآخر، ولكن هي كلها مسميات، واحد دين قصير الأجل والتاني طويل الأجل، وده دين سيادي يعني حكومة هي اللي صدره، وده مش عارف كلا. في الخلاصة يا أبو الشباب كلها نصب واحتيال، وبيحركوا البورصة فوق زي ما هم عايزين وتحت زي ما هم عايزين. يعني باختصار الوقت لما مدير البنك أو رئيس مجلس الإدارة ده طلع اتكلم وقال لهم البنك مأزوم، ايه اللي هيحصل؟ يعني هو ما يقول كده مستني ايه من المودعين؟ مستني ان المودعين هيسارعوا ان هم يسحبوا فلوسهم من البنك، ودي مسألة طبيعية. طب ان كان هو البنك اصلا مأزوم، يعني المودع هيروح هناك مش هيلاقي فلوس، واللي هيلاقي فلوس ده يبقى محظوظ جدا وهيبقى سارع في الاول، واللي بعديه مش هيلاقي. يعني هو خلق مشكلة. هتقول لي طيب هو يعني كان يسكت؟ اقول لك ما كانش يسكت، ما كانش يعمل الكارثة اصلا، او كان اتكلم عليها من زمان بحيث ان هو يدي فرصة للمودعين ان هم يتحركوا يسحبوا فلوسهم يعملوا اي حاجة، بس هو مش عايز يعمل كده. انا اتوقع هناك يعني المؤامرة هدفها ثلاثة اشياء او ممكن اكتر. اول حاجة هدفها ان هم ياخدوا فلوس المودعين، دي ما اعتقدش يخليني استبعدها المرة دي. ليه بقى؟ لان الحكومة تدخلت بسرعة وقالت ان احنا نضمن فلوس المودعين في 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 بنك وادي السيليكون، لكن البنك بتاع سيجنيتشر التاني ما تكلموش عليه وشكله ما ضمنوش حاجة هناك، الله اعلم اللي حصل له، لان هي الكارثة الاساسية الوقتي في بنك وادي سيليكون، وهم خايفين للكارثة دي تنتقل عدواها للبنوك التانية. فايه اللي حاصل دلوقتي؟ صارعوا وقال لك احنا ضمننا فلوس المودعين. طيب الوقت كده انا اقدر اقول لك يبقى مسألة النصب على المودعين هنستبعدها لو صدقوا طبعا. طيب هيجي احتمال تاني، ايه هو الاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني ان في عصابات المال عايزين يشتروا شركات معينة في وادي السيليكون، والشركات ديت لو اشتروها الوقتي بسعر الاسهم الحالية بتاعتهم الوقتي هيدفعوا فلوس كتير، يعني هيدفعوا القيمة السوقية مش هيدفعوا القيمة العينية، وفرق بين هذه وذاك. ازاي الكلام ده؟ انت لما مثلا تيجي تعمل مطعم، اما بتيجي تعمل مطعم ايه اللي بيحصل؟ بتشتري كراسي وترابيزات وبوتاجاز مش عارف ايه وتلاجة ابصر ايه، يعني بتشتري ادوات معينة، بمجرد ما بتشتريها يا ابو الشباب مش تقدر ترجع الفلوس دي مرة تانية، فلو ما نجحتش كل ده هيروح في الزبالة. بس بتبقى المسألة ديت ايه؟ قيمة عينية، ولو ايه؟ بشكل لحظي. لو انهار مشروعك الحاجة اللي انت اشتريتها بألف ممكن تضطر تبيعها بميتين او بمية وخمسين، لانك انت عايز تحصل اي حاجة او كده. الشركات بتاع وادي السيليكون يخضعون لنفس النظام. ازاي؟ يعني هم الشركات اللي هم اكيد منشلين عليها بقى وعارفين، يعني يقصدوها يعني يتقصدوها، منشلين عليها بالمصري يعني يتقصدوها، يعني عينهم عليها يعني عايزينها، ولما يكونوا عايزينها مش عايزين يدفع ثمنها. ما هو هم اصلا لو في الوضع الطبيعي مش هيقدروا يشتروها بثمنها، ولا هيقدروا يشتروها بالقيمة العينية، هيشتروها بقى بالقيمة السوقية. طب ايه هي القيمة السوقية يا ابو الابطال؟ القيمة السوقية دي بقى على قدر ما الشركة دي مشهورة وبتدخل ارباح والمنتج بتاعها مضمون والزبون بتاعها مضمون وكده، يعني فرق ان واحد بيبيع لك مشروع جاهز متكامل وبيكسب، فطبعا هتدفع فيه فلوس كتير. ارجعك لموضوع المطعم، لو انت مثلا عايز تعمل مطعم ممكن يكلفك مثلا 50,000 دولار، ولكن لو حبيت انك انت تشتري مطعم ومشهور وهو بنفس الحجم وبنفس المساحة وبنفس كل شيء، لكن مشهور وعنده زبونه وشغال واموره ماشية وكده وناجح ومشروع ناجح، مش هتدفع 50,000 دولار، هتدفع 250,000 دولار. ده بقى ايه؟ القيمة السوقية يا ابو الابطال. فهم يبدو ان في هناك مجموعة من الذئاب عينيها على مجموعة من الشركات بتاع وادي السيليكون، بالذات الشركات الصاعدة سواء في امريكا او في بريطانيا، بيبقى الامور دي دي الشركات دي هتنجح، فصاحبها يتمسك بيها ومش عايز يبيعها بسهولة، وما يكلموه على القيمة السوقية يوم هي مثلا القيمة السوقية بتاعتها تساوي مليون، يطلب 10 مليون مثلا ولا كده. فطبعا الذئاب الصهيونية وذئاب الاموال والرأسمالية الجشعة
مش هيقعدوا يتفرجوا على ثعلب عمال يراوغهم وهم وحوش مفترسة وهم ذئاب مفترسة، فيقولوا له خلاص يعني جود لك وانت مستقبلك حلو ونتمنى لك مستقبل كويس وكده. لكن ده الكلام الظاهر بتاعهم، والباطن بتاعهم بقى بيغلي وبيقول لك الوقت في 30-40 ثعلب او اكتر او اقل، او يمكن يسموهم فئران او ارانب وليس بالضرورة ثعالب. يقول لك العيال دي بقى هتطلع ولو كبرت هتنافسنا واحنا مش ناقصين مشاكل وكذا. فايه اللي يحصل؟ الذئاب الكبيرة من فوق تتحد مع بعضيها ويبدأوا يجهزوا الخطة ان هم يوقعوا الثعالب الصغيرة دي في مآزق مالية كبيرة جدا ما يقدروش عليها. وبعد ما يقعوا في المشكلة دي عليهم التزامات، عليهم ديون لبنوك، وعليهم رواتب موظفين، وعليهم فلوس مواد خام مشتريينها، وعليهم التزامات. فيجي مش قادر يدفع الالتزامات. ليه مش قادر يدفع الالتزامات؟ لان فلوسه اللي كان هيدفع بيها الالتزامات حطتها في بنك السيليكون او في بنك وادي السيليكون. يعني بنك وادي السيليكون ده بيقول لك شركات كتير جدا، يعني ما يعلم عددها بقى الا الله سبحانه وتعالى، شركات كتير جدا هي عاملة ايه، هي عاملة في وادي السيليكون ديت ايه حسابات. فلو هو عايز يوقع كل شركة لوحديها صعب جدا، انما يوقع البنك يبقى كل شركة حط فلوس في البنك هتبقى وقعت. هتقول لي يا عم احمد ما انت لسه قايل ان بايدن قال هيرجع الفلوس للناس وفلوسهم مضمونة وكده الخ. اقول لك نعم معاك حق، بس بايدن لو صدق ورجع الفلوس للناس هيرجع الفلوس للناس وهيرجع الفلوس للشركات بعد ما تكون خربت ملطة. ازاي يعني؟ الدائنون للشركات مش هيصبروا عليها لحد ما بايدن يرجع الفلوس، وبايدن ممكن يمط في الموضوع يكون هو عضو متآمر في الموضوع اصلا ويمط في الموضوع، والمسألة تروح ضرب لها بقى يعني شهور طويلة او حتى سنين طويلة، بحيث ان الدائنون اللي هم بيدينوا شركات وادي السيليكون، يعني بيدينوا الشركات المطلوب نهبها، يكونوا خدوا ضدهم احكام قضائية ويحجزوا على الشركة. وبالطريقة دي ابو الشباب الشركة اللي تمنها 100 مليون دولار ممكن ياخدوها حتى في المزاد ب10 مليون دولار او ب15، بينما لو هم كانوا عايزين يشتروها على القيمة السوقية بتاعتها كانوا عايزين يدفعوا 500 مليون دولار. طيب المهم صدر الحكم القضائي وبعد كده الشركات نزلت المزاد، وبعد كده الذئاب اشترت الشركات اللي هي بتاع الثعالب الطماعة، وبعد كده نهبوهم خلاص. وبعد كده بقى ايه يجي اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل بقى؟ يجي تنفيذ وعد بايدن، يعني وعد الثعلب، يعني وعد الذئب، ينفذ بقى وعده ويقول اه صح ده احنا المفروض هنرجع لكم الفلوس وكده. فيجي التاني يلاقي الفلوس اللي رجعت له ايه؟ هي فلوس الخام بتاعه، فلوس الامور اللي هو كان مدخرها، يعني رأس المال المتحرك هو اللي رجع له، بينما هو خسر سمعة الشركة وخسر الشركة كلها بقى، مش هقعد اعدد لك، خسر سمعتها وخسر زباينها وخسر كل حاجة فيها. وبعد كده ايه جاء ادوله الفلوس اللي هي كان رأس المال المتحرك اللي معاه، وان كان في شوية هنا ولا هنا، وبكده يبقوا نهبوا الدنيا. هذا الرأي اللي انا اراه وهذا ظني فيهم، ولا تحسن الظن بهم ابدا. خليني بقى اجيب لك مقالب من التاريخ يا ابو الابطال عشان تعرف ان دي يعني ده هو ديدنهم، يعني انا بسيء بيهم الظن. ليه؟ من التاريخ. عملوا ايه مع ترامب؟ عاقبوه ازاي ترامب؟ عملوا ايه مع ابل؟ عاقبوها ازاي ابل؟ حتى في القناة الانجليزية عملوها ازاي؟ مشاريع هنا وهناك يعملوها بهذه الطريقة. يعني خليني احكي لك عليهم واحدة واحدة وركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا. خلينا اقول لك الاول عقوبة ترامب اللي هو لما خالف القانون الامريكي الاساسي في الشركة بتاعته وتهرب من الضرائب، عمل كوارث يا راجل، عمل كوارث جامدة. وابل لما هم جم اتحايلوا على التليفونات القديمة او النص القديمة عن طريق السيرفر بتاعهم، مبطئوا التليفونات وبقوا يحطوا في الابجريد يعني في التحديث، بقوا يحطوا برامج تقيلة وبرامج تخرب في البطارية وبرامج تبوظ جودة الكاميرا وبرامج مش عارفيه، والحاجات دي بقى ثبتت بشكل قطعي
وبعد كده رفعت للمحكمة وشركة أبل قالت لك خلاص احنا مذنبين في الموضوع وشوفوا ايه المطلوب. عملوا ايه لترامب وعملوا ايه لأبل؟ شوف يا سيدي السفالة، الغرامات اللي عملوها لترامب والغرامات اللي عملوها لأبل اقل من 20% من الارباح اللي أبل حققتها، او اقل من 20% من اللي ترامب حققه. يعني ان كانوا هم حققوا من النصب 100 دولار دفعوا غرامة منها 20 دولار. طبعا دي عقوبة مش رادعة، دي واضح ان القانون بيتقسم بهذه الطريقة، وواضح ان هم شلة عصابة مع بعضهم من فوق. دي اصلا يعني دي من وجهة نظر القانون البريطاني دي فيها احتيال، احتيال يعني نصب وتحايل، يعني افساد مال الغير عن قصد وعمد، يعني ده فعل جنائي من وجهة نظر القانون البريطاني. يعني ده المتسبب فيه المفروض يخش السجن، لكن طبعا ما بيطبقوش القانون لا على ترامب ولا على أبل. ليه؟ لان هم من فوق عصابة مع بعضهم، صح بينهم عداء وبينهم صراع وما همش اصدقاء وكده، لكن بينهم مصالح متبادلة لان هم عقلاء في نهاية المطاف، وكل همهم ان هم يسرقوا المستهلك بشكل او باخر. خلينا اقول لك على قصة ازمة البيوت او الازمة العقارية العالمية 2008 بسرعة كده، عشان تعرف ان هم يعني مؤامرة واحدة بينفذوها كل شوية بطريقة مختلفة تتناسب مع الضحية. اللي حصل يا ابو الشباب، لو انت مثلا عايش في بريطانيا مثلا ترجع لنهاية التسعينات مثلا كده، كنت تلاقي مثلا بيت، انا ادي لك مثال، انا كنت قاعد في بيت 5 بدروم، يعني بيت كبير، دورين، فيه 3 غرف فوق وفيه غرفتين تحت ومطبخ ومش عارف ايه وكذا. البيت ده كان تمنه كام يا ابو الشباب؟ كان معروض عليا ان انا اشتريه ب 26,000 جنيه استرليني. في الوقت ده يا ابو الشباب كان دخل العامل اللي هو عامل عادي، يعني ما هوش دكتور ولا مهندس، يعني ما هوش متميز، ما هوش بتاع تكنولوجي ولا كذا، ما هوش متميز في الحاجات دي، هو عامل ايه عادي. الدخل العامل العادي ده يا ابو الشباب كان في حدود من 15,000 إلى 20,000 جنيه استرليني كل سنة. يعني كان يقدر خلال مثلا سنة، يعني الراتب بتاعه خلال سنة او بكتير اوي سنة ونص يغطي تمن بيت 5 بدروم، يعني 5 غرف، يعني بيت كبير، بيت ده هنا بيت ضخم جدا. فالمهم يا ابو الشباب تعال قارن الوقت بقى، يعني الاول كان العامل عايز يحوش راتب السنة كاملة او سنة ونص عشان يجيب بيت زي ده. طب النهاردة اللي عايز يجيب بيت زي ده نفس البيت النهاردة 400,000 باوند. طيب دخل العامل بقى كام؟ بقى 30,000 جنيه استرليني. ومش كل العمال كمان، ده انا بكلمك على العامل اللي هو يعني فوق المتوسط، يعني عايز حوالي 12 سنة عشان يقدر يشتري بيت زي ده. طب ايه اللي رفع البيوت بالشكل الجنوني ده؟ نفس المؤامرة اللي هم عاملينها دلوقتي، هو اللي رفع البيوت، خلوا البنك يدي مورجج، يعني ربا، يعني قروض، يعني اي واحد عايز يشتري بيت خففوا الشروط وقال لك اي واحد عايز يشتري بيت يتفضل يجي واحنا نشتري له البيت، لدرجة ان ناس ما كانتش حتى بتدفع المقدم، يعني يقول له خلاص ما تدفعش مقدم، البنك هيدفع البيت كله. فطبعا كل واحد بقى يفكر ازاي، يقول لك ايه اللي يخليني ااجر، بكلمك على الناس اللي هي مش ملتزمة بالدين، يقول لك ايه اللي خليني ااجر، ما انا اشتري البيت وبدل ما بدفع مثلا، في الوقت ده كانت الاسعار رخيصة بقى، بدل ما بدفع 600 جنيه ايجار في الشهر احط من جيبي كمان 100 زيادة 700 جنيه ودول هيبقوا نازلين من ثمن البيت. اللي حصل ايه؟ زاد الطلب بشكل جنوني على البيوت. اللي حصل ايه؟ البيوت بدأت تطلع اسعارها شوية بشوية، مرة 5% ومرة 10 ومرة 20 ومرة ومرة ومرة، لحد ما زي ما بقول لك كده البيت اللي كان تمنه 26,000 جنيه استرليني بقى تمنه 400,000 جنيه استرليني عشان الطلب زاد عليه بشكل جنوني، وده اللي خلى المشكلة حصلت. ايه اللي حصل بقى؟ بعد ما البنوك حطت فلوسها كلها في العقارات ديت حصلت ازمة مشابهة للازمة بتاع وادي السيليكون ديت
اللي هي بتاع بنك وادي السيليكون، عملها توني بلير، وكان معاه جوردون براون هو وزير المالية في الوقت ده، وكان معاهم طبعا الضباع الامريكان في الموضوع ده، وراحوا عاملين كساد اقتصادي متعمد. طيب هم عملوا الكساد الاقتصادي المتعمد ده ليه؟ اما تيجي تشوفوا هم من الاول الصراحة عمالين يحذروا، ويقول لك فقاعة البيوت مش عارف ايه. طب ما انت بدل ما تحذر ما تخش البنك، ما البنك هو ما تقول البنك ما تعملش كده، نزل نظام بنكي جديد، اعمل اي حاجة. ما عملش الحاجات دي، بس هو اكتفى بانه هو يحذر الناس في الجرايد مثلا ايه مرة كل شهرين ثلاثة كده، على اساس ان هو يعني يرفع العتب عن نفسه وكده. وبعد ذلك ابو الشباب لما السيولة خلصت من البنوك، لان السيولة في الاخر ليها يعني ليها نهاية، خلصت السيولة من البنوك، البنوك الزنقت وبقت عايزة سيولة عشان تدي مرتبات للموظفين، وعندها التزامات بقى كتير، وفي نفس الوقت الايجار اللي جاي من البيوت ممكن يحل المشكلة او يحل جزء ليس بالقليل منها. راحوا عملوا ازاي؟ راحوا عملوا الكساد اللي هو الركود الاقتصادي اللي كان في 2008. فايه اللي حصل؟ الناس فقدت وظائفها، او كثير من الناس ايه فقدت وظائفها. اللي حصل لما الناس فقدت وظائفها بقت تروح للبنك وتقول له خد البيت لان انا مش قادر ادفع تاني. فخلاصة الامر بقى البنك من حيث الاصول عنده فلوس وما فيش ازمة ولا حاجة، بس هي المشكلة في السيولة. وهنا بقى يا ابو الشباب يتدخل الذئاب الكبار ويشتروا برضو الامور بتراب الفلوس. وبعد كده بقى لما اطمنوا ان هم امتلكوا كل شيء وبالبخس البخس، راحوا ضغطوا على الحكومات تعمل خطط انقاذ للبنوك وللقطاع البنكي. ليه يا عم خطط انقاذ ليه؟ هو احنا هنا فاتحينها صدقة؟ قالك ما احنا لو ما عملناش خطط انقاذ القطاع المصرفي كله هينهار وهيفلس. ما يفلس في 60 داهية؟ لا 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 ما نقدرش، ده احنا محتاجينه. انت محتاجه، ما تدعمش السفهاء دول، اعمل قطاع مصرفي جديد بتاعك انت وهات نفس الموظفين وسيب. لا ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يعمل كده. ليه؟ لانه اصلا مالكي البنوك هم اللي بيحكموا الدولة. لازم تحط في دماغك الحكاية دي. طبعا الناس خسرت فلوسها والبنوك سحبت البيوت، وبعد كده الحكومة راحت منزلة كمان خطة انقاذ مالي للبنوك بعشرات المليارات. يا راجل نزلوها للبنوك يديهم خطة انقاذ. طيب طب ما انت كان في حل احسن من كده. ايه هو الحل؟ ان كانت الحكومة بدل ما تعمل خطة الانقاذ للبنوك كانت تعمل خطة الانقاذ للناس اللي هم عندهم البيوت اللي هيسلموها للبنوك. ولما الناس دي تاخد الفلوس من الحكومة تاخد الفلوس بشرط ان هي تسدد اقساط البنوك او تسدد تمن البنوك، والامور تمشي والناس تحتفظ ببيوتها والبنوك يخش معاها سيولة والدنيا تمشي. ما عملوش كده، هم راحوا ادوا الفلوس للبنوك وادوها للبنوك منحة لا ترد، بينما كان ممكن يعطوها للناس على اساس ديون. يعني يدوها للناس وبعد كده الناس تديها للبنك، وبعد كده الناس اللي عندهم البيوت يقول لك والله يعني هيتفق مع الحكومة، يقول لك انا الوقت بدفع مثلا للبنك بدفع له 700 جنيه، انا هدفع لك 700 جنيه هم زي ما هم، بس اصبر عليا لما الكساد يعدي، يعني اديني فترة سماح مثلا سنة او سنتين او كده. بس في نهاية المطاف حتى لو اداله فترة سماح 5 سنين فلوس الدولة مش هتضيع. يعني هي كل الحكاية هتبقى تأجلت مثلا بس كم سنة، لكن هم مش عايزين يعملوا كده. هم اصلا الحكومات دي بتشتغل يعني خدم للكلاب المسعورة، والبنوك هم اللي خدوا كل حاجة، خدوا البيوت وخدوا الحلول وخدوا المنح الحكومية وما خلوش للناس حاجة. أدام اتكلمت بقى عن الأزمة العقارية، كمان عايز أضيف لك نقطة محددة فيها. إيه هي؟ أنت لما تكون عايش في أوروبا واحد بيروح يشتري بيت من البنك، فهو متهيأ له أن البنك هو اللي بيديله الفلوس، وده كلام مش صحيح. أمال مين اللي بيديله الفلوس؟ اللي بيديلك الفلوس في الحقيقة هو البنك المركزي في الدولة اللي أنت فيها. يعني انت مثلا رحت البنك سيتي بنك مثلا، رحت له قلت له انا عايز قرض مثلا بمبلغ كذا، والمبلغ ده انا هسدده لك على 30 سنة وهشتري بيه بيت وكذا، واقتنع هو بالكلام واقتنع بقدرتك على السداد ووافق على الطلب بتاعك،
بعد ما بيعمل الحاجات دي كلها بيقول لك ادفع الضمانة او ادفع العربون، يعني انك انت ما تقدرش تتراجع عن كلامك. وبعد ما بيدفع بعد ما انت بتدفع العربون، البنك اللي انت رحت له وخد منك العربون بيبدأ ان هو يبعت للبنك المركزي بيقول له انا عايز مثلا 200,000، عايز 300,000 عشان انا عندي الوقت عميل مضمون هيشتري بيت وكذا. فحتى ما بيديلوش الاسباب، لان هو على طول البنك اللي انت بتتعامل معاه اما بيطلب قرض من البنك المركزي، البنك المركزي بيديهله على طول. بيكون الفايدة بقى بينه وبين البنك المركزي 1% واخره 2%، دي لما تكون يعني الدنيا ولعة قوي يجي يدوه لك انت، او يجي يديه طبعا للشخص اللي هو بيتعامل بالربا، نعوذ بالله من الربا، يجي يديه للشخص اللي هو بيشتري البيت بالربا، يجي يديه للشخص بفايدة قديه هو واخده من البنك المركزي البريطاني مثلا بواحد او 1.5%، يجي يديه للشخص اللي هو هيشتري البيت 6%، وفي اقل الظروف وفي احسن الظروف 4.5%، يعني هو يحقق 3% ربح، والبنك المركزي اللي هو صاحب الفلوس اصلا يحقق 1.5% ربح. الموضوع كان ماشي معاهم بهذا الشكل يا ابو الابطال، وعشان كده البنوك تلقاها بتنهب العالم بمنتهى السهولة وبكل اريحية. كفاية كده بقى يا جماعة، والسلام عليكم.